إلى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، أيضا يحدثنا من قطاع غزة. سيد حبيب، أهلا بك معنا في هذه التغطية من قناة الغد. دعني يعني نتحدث عن آخر نقطة كان يذكرها الضيف الذي قبلك، هو يعني هناك من يقول بأن هذه الاشتباكات أو هذه المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الأكثر ضراوة منذ سنوات، تحديدا منذ العدوان على غزة عام 2014. كيف تتابع مجريات هذا التصعيد المستمر بين الطرفين؟ هذا صحيح تماما، يعني هناك تصعيد ما يتجاوز ما كان الأمر عليه في الحرب الأخيرة عام 2014. وللمقاربة بين الحربين، انتهت تلك الحرب عام 2014 بعد 51 يوم تقريبا، كانت نهايتها اليوم الأخير واليوم الذي سبقه، كانت عملية تدمير عدة أبراج في قطاع غزة، كان هذا في نهاية تلك الحرب. لكن في هذه المرة مع بداية هذه الحرب يتم اعتبار هذه البنايات وهذه الأبراج هي لنقل على القائمة الأولى أو البدايات الأولى تقريبا لهذه الحرب. وهذا ما يشير إلى التصعيد، يعني عندما كانت التصعيد الإسرائيلي قد انتهى بالأبراج وتدميرها، كانت البداية في هذه الحرب في تدمير هذه الأبراج. وهي مقاربة تشير إلى أن هناك تجاوز كبير لما كانت عليه المستويات الدموية للحرب التي كانت في عام 2014. هناك يعني استفاد الطرفين، المقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي، من 7 سنوات من الخبرات بين الحربين، كل منهما لكي يعظم قدرته على مواجهة الآخر. نعم، لكن السؤال الآن سيد حبيب، السؤال الآن يعني الجانب الإسرائيلي يقول بأنه لن يوقف عملياته العسكرية، وبالتالي ما قدرة الفصائل الفلسطينية على الاستمرار في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل؟ يعني أعتقد أنه مرة ثانية، يعني كانت قدرة المقاومة في عام 2014 الاستمرار حتى يعني 51 يوم. كانت إسرائيل تراهن على أنه الفلسطينيين الذين يكابدون مواجهة المدفعية والطيران والزوارق وكل أنواع الأسلحة غير قادرين على الاستمرار، لكن استمروا ل 51 يوم عندما تم يعني التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. هذه المرة أيضا الرهان قائم على هذا الأساس، بأنه من الذي يعني لنقل يتراجع أولا. أعتقد أنه هذا الرهان، إذا إسرائيل كانت تراهن على أنه غزة قد أو المقاومة في غزة قد تتراجع، فهو رهان سبق وأن جربته إسرائيل. كذلك أيضا إسرائيل في وضع متأزم، وأقول هنا أن هذه الحرب تشن من قبل نتنياهو أكثر من أن تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك مصلحة مباشرة لرئيس الحكومة في هذه الحرب أن تستمر، وهو خياره الوحيد يكاد الذي ممكن أن يبقيه على العرش في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مملكة نتنياهو. وبالتالي ورط دولته بين المزدوجين في هذه الحرب لمصلحته. من هنا إمكانية حتى يعني التحول إلى حرب برية، أو بتسميه إسرائيل مناورة برية محدودة، أيضا ممكنة إذا يعني كما أشارت بعض يعني التسريبات التي تقول بأنه من الممكن اللجوء إلى هذا الأمر، مع أنه باعتقادي أنه هذه مسألة طبيعية جزء من الحرب النفسية. وحتى الصور التي نشاهدها للحشود العسكرية الإسرائيلية على تخوم قطاع غزة قد تدخل في هذا المعيار، لكن هذا يجب أن لا يدفعنا إلى يعني الاستسلام لهذه المقولة، باعتبار أن الأمر مجرد حالة سيكولوجية نفسية. علينا في قطاع غزة أن نأخذ بالاعتبار كل يعني السيناريوهات المحتملة، الوضع فوضوي داخل الإدارة الإسرائيلية، بين الصراع بين مصلحة الدولة ومصلحة شخص يريد أن يستثمر هذا الوضع. وبالتالي من الممكن أن تتخذ قرارات ليس بالضرورة تكون حكيمة، ولكنها بالضرورة قد تكون لمصلحة نتنياهو.